الله. بص يا سيدي، بيقول لك ان الفلات سلاب عبارة عن بلاطة ايه مسطحة مرتكزة على الأعمدة ايه مباشرة. يعني الفرق بين الفلات سلاب والسوليد سلاب ان السوليد سلاب كانت بتبقى الكمرات متشال السقف متشال على كمرات، والكمرات محملة على الأعمدة، تمام. لكن انت عندك الفلات سلاب بتلاقي البلاطة مرتكزة على مين؟ على الأعمدة على طول. ده الفرق بينها وبين ايه وبين السوليد سلاب. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان انت لو واخد سيكشن وبتبص من تحت هتلاقي ايه؟ هتلاقي البلاطة المربعة دي او المستطيلة، وهتلاقي الأعمدة، تمام. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك في هذا الملف سيتم دراسة البلاطات ذات الأشكال المنتظمة. اللي يعني ايه منتظمة؟ يعني الأعمدة كلها ايه ماشية على أكس واحد، واخد بالك؟ تمام. يبقى هو ده قصده بالأشكال المنتظمة، تمام كده. بعد كده قال لك ايه؟ اي التي تقع فيها الأعمدة على محاور مستقيمة موازية وعمودية على بعض. يعني ايه؟ يعني ده ماشي كده اهو، الأعمدة كلها على نفس السنتر ودولت على نفس السنتر، تمام. اما البلاطات الفلات سلاب ذات الأشكال غير المنتظمة اللي هي دي او دي، او محاورها ليست موازية وعمودية على بعض، فسيتم تحليلها على الكمبيوتر، يعني ببرامج الساب يعني والكلام ده، تمام. بعد كده عندك ايه؟ تتميز الفلات سلاب، مميزاتها ايه بقى الفلات سلاب يا معلم؟ مميزات الفلات سلاب اول حاجة انها سهلة في التنفيذ. ليه؟ لان انت عندك مفيش سقوط للكمرات، صح؟ يعني انت شايف دي شدة الشدة الخشب بتاع السلاب، هنا الباكية هي السوليد، هنا سقوط الكاميرا، هنا سقوط الكاميرا، هنا دي كاميرا ثانوية متشالة على الكاميرتين دول. فبالنسبة للنجار بتبقى مقرفة شوية انه هيقعد يسقط سقوط كاميرا بالخشب كده. اما الفلات سلاب زي ما انت شايف، راح هو بص بيعمل الواح الخشب كلها ايه مستوية يعني افقية. قالك تتميز الفلات سلاب برضو عن السوليد سلاب في ايه كمان؟ انت عندك في السوليد سلاب احنا كنا بنحط الكاميرا ده ليه؟ ها مش احنا هناك الكمر ده في الساب والكلام ده كنا بنسهي عليه وزن مين؟ البلاطة الحيطة. اللي كمر اه كمر كنا بنحط وزن الحيطة. اه معنى كده ايه؟ مش كنا بنحط وزن الحيطة كحمل موزع على الكاميرا؟ عشان كده لو بصيت هتلاقي كل حيطة لازم بحط تحتها كاميرا تشيلها، ده السوليد سلاب. ماشي. لكن الفلات سلاب بما ان ما عندكش كاميرات يبقى مين اللي شايل الحيطة؟ البلاطة. البلاطة. فقال لك ميزة الفلات سلاب ان انت بتسيح وزن الحيطة على البلاطة كلها، ماشي. فبالتالي عايز اكسر الحيطة دي واعملها الناحية التانية نعم. عادي، عايز اشيل الحيطة دي عادي، لكن تيجي هنا عايز تشيل الحيطة دي تحطها هنا مثلا ما ينفعش، مفيش كاميرا تحتها. ماشي. فدي ميزة تانية للفلات سلاب. بعد كده قال لك ايه؟